انزين بشكل سريع، فايز المالكي ونايف راشد وقفوا معاك بأزمة البحرين، كانوا معاك على تواصل، كان يعني حتى الفنان فايز المالكي عرض عليك قال يعني احنا نقدر يعني انتي تاخذين العائله وتين السعوديه واحنا يعني العين اوسع لكم من المكان، حتى كذلك نايف نايف راشد في الكويت. ايش حسيتي مع ان انتي ما كان يعني فايز مشتغله وياه، نايف راشد ما كان عندك احتكاك معاه، وحتى فايز يعني ترى اشتغلت وياه عمل واحد اللي هو سكتم من انتاجه، كان سنه قبل موضوع الازمه، بس فعلا حسيت ان الدنيا فيها خير، طبعا فيها خير، ناس وايد كانت تتصل يعني تتصل وتسال من كل مكان في الخليج. بس يعني الفنانين الاثنين اللي فيصل رشيد ايضا بعد كان يتصل، اللي متواصلين في اتصالهم شلون اموركم، نايف راشد كان بعيد بس تواجد. نايف بعد كان يتصل ما كان يقصر. حاولت تكون